اهلا بحضراتكم، حلقه جديده ومصر جميله زي ما عودنا حضراتكم. عندنا زي عدد من الاخبار وعندنا فقرتين الحقيقه. النهارده الفقرات اللي عندنا متميزه، ويمكن الحقيقه انا بصرف النهارده بلقاء كاتبه ومبدعه مصريه وقيمه مصريه جميله الحقيقه، قدرت تثبت نفسها بقوه شديده في دنيا الدراما. هي كاتبه روائيه وسيناريست، الاستاذه سمر طاهر. وطبعا يعني لو حضرتك ما تعرفوش، هي اللي عملت مسلسل اعلى نسبه مشاهده وورق التوت وبدون سابق انذار وغيرها، لكن الحقيقة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة كان هو اللي حصل على عدد من الجوائز القيمة جدا، لأنه فعلا مختلف جدا وفعلا بيمس الحالة الداخلية لشبابنا وأبنائنا الموجودين وتعاملهم عبر الإنترنت ومخاطر التعاون أو التعامل على الإنترنت. الفقرة الثانية تكون الحقيقة مع مبدعة أخرى وفائزة بمسابقة الصوت الذهبي في دورته السابعة، هي سعاد أحمد عبد الفتاح، وهي فائزة بالمركز السابع. هنعرفها ونشوف الصوت الذهبي ده شكله إيه وإيه اللي خلاها تفوز بالصوت الذهبي، وهنعرف ده من خلال لقائنا معاها إن شاء الله في فقرتها. اسمحوا لي أبدأ بعدد من الأخبار. أول خبر عندنا طبعا موعد مباراة مصر المقبلة أمام غينيا بيساو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم. يتدرب المنتخب الوطني اليوم الجمعة في القاهرة قبل السفر إلى غينيا بيساو غدا السبت، استعدادا لمواجهة منتخبها في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم. والتقى أمس المنتخب الوطني مع نظيره بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثالثة في التصفيات، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، كما يسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم. ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب غانا بيساو في السابعة مساء الاثنين المقبل 24 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026. تاني خبر عندنا عن وزيرة الثقافة. شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ونيكولاوس بابا جورجيو سفير اليونان لدى القاهرة عرض الرقص مع ظلي لفرقة الباليه الوطني اليوناني، والذي تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد. ولأول مرة وتقرر تخصيص عوائده لصالح المستشفى الذي أسسته منظمة العمل اليوناني الإفريقي في مدينة بني سويف. وأكدت وزيرة الثقافة عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون الثقافي المستمر والمثمر ودوره في إحداث التقارب البناء بين الشعبين، وأشادت وزيرة الثقافة بالمستوى الإبداعي المتميز للعرض. أعلن رئيس بعثة الحج الرسمية انتهاء تفويج الحجاج من القاهرة إلى المدينة المنورة، وذلك بعد وصول آخر فوج من حجاج البعثة للمدينة المنورة اليوم الجمعة، والتي تضم 397 حجا، مشيرا إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة بإذن الله يوم الثلاثاء المقبل. ذكرى ميلاد الفنان الراحل العظيم محمود مرسي. ولد الفنان محمود مرسي في الأسكندرية يوم 7 يونيو عام 23، وتوفي 24 إبريل عام 2004، وتخرج في كلية الأداب جامعة الأسكندرية قسم الفلسفة، وعمل بهيئة الإذاعة البريطانية، كما عمل أستاذا بمعهد السينما ومخرجا بالتلفزيون المصري. ترك الفنان محمود مرسي رصيد ضخم من الأعمال تخطى 300 عمل فني، وحصل على جائزة التمثيل الأولى عن دوره في فيلم الليلة الأخيرة في مسابقة الدولة سنة 1964. ومن أهم أعماله أنا الهارب وفجر الإسلام وأمير الدهاء وزوجتي والكلب وأبناء الصمت، ومن مسلسلاته أبو العلة 90 وبنات أفكاري ولما التعرف فات وبين القصرين. رحم الله الفنان الجميل القدير محمود مرسي. دي كانت أهم الأخبار الموجودة عندنا النهاردة. بعد الفاصل مباشرة هنلتقي بأولى فقراتنا، أرجوكم ابقوا معنا. دي معاد أول فقرة الحقيقة عندنا، يمكن أنا سعيد جدا بهذا اللقاء. كان نفسي أشوف مين العقل الجميل الرائع اللي قدر يعمل مسلسل زي أعلى نسبة مشاهدة. يعني المسلسل ده من بساطته وقوته إن هو سهل ممتنع، بسيط جدا، بيرصد حالة رائعة الحقيقة ما بين شاباتنا وما بين بيوتنا، والمشاكل اللي بتقابل الشباب
عبر الانترنت، وايه مخاطر الانترنت تحديدا وتبعاته ايه بقى على الاسره المصريه في الداخل والخارج. الحقيقه اسمحوا لي ارحب بضيفتي الكريمه الجميله الكاتبه والسيناريست سمر طاهر، والحقيقه يمكن انا سعيد جدا بلقائك، وانت الحقيقه اللي عامله اعلى نسبه مشاهده، كان اهم اعمالك اعلى نسبه مشاهده وورق التوت وبدون سابق انذار والا انا وهذا المساء، لكن اعلى نسبه مشاهده حصل على جائزه الحقيقه بشكل قوي جدا، مش جائزه التميز ولا اللي بنتكلم فيها، ولكن جائزه حب الجماهير وتقبلهم لهذا الاسم وهذا العمل، لان الاسم نفسه غريب. ايه اعلى نسبه مشاهده؟ الحمد لله، انا متشكره جدا ومبسوطه قوي بوجودي معاكم يعني، وشكرا على المقدمه دي. والاسم طبعا لفت النظر قوي، واتقال لنا ساعتها ماذا لو انه ما تشافش قوي هيبقى ايه الوضع يعني. الحمد لله ربنا اكرمنا يعني، الناس صدقت جدا القصه والحدوته كلها والشخصيات، وعلى نسبه مشاهده هي المعادل الموضوع الكلمه ترند يعني، او ان هي فهي بقت هو ده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي يعني، في كل لحظه مع وجود السوشيال ميديا بشكل قوي في حياتنا. انا عارف ان انت طبعا كاتبه وسيناريست وعضو اتحاد كتاب مصر، وحصلتي على درجه ماجستير في الاعلام وبدورات الكتابه بشكل احترافي من خلال الصحافه بالادب الساخر، وكان ليكي خطوات وتنوعتي في الكتابات الحقيقه ما بين القصه القصيره والنقد الفني وادب الاطفال واليافعين وادب الرحلات ايضا. وده الحقيقه مش عارف، ولكن انت لما عملتي اعلى نسبه مشاهده الحوار ده جبتيه منين؟ كتبتيه ازاي؟ البنات الممثلات والممثلين والكاست ان كاست قوي، تحس انهم عاديين مش بيمثلوا وبيقولوا كلماتك اللي انت كاتباها بمنتهى الاريحيه وبمنتهى المصداقيه. الحمد لله، هو ناس كثيره برضو بعد المسلسل او اي مسلسل عموما اشتركت في كتابته قبل كده ان هو جيبي منين الحوار او كده، بس هو الكاتب عموما عنده فضول وعنده ملاحظه للناس في كل حاجه، انت اي موقف انت فيه او مع اي فئه انت بتتعامل معاها بتلاحظها ككاتب او الفنان عموما، بيلقط اسرع من الناس العاديه، وعنده حته المراقبه الموضوعيه دي اللي فيها الصدق ده يعني. دي جميله. عارفه يا استاذه سمر، نوعيه الدراما اللي انت عملتيها دي أقوى رسالة وصلت للشباب وأقوى رسالة وصلت للأسرة المصرية عن خطورة وتبعات الانزلاق وراء روعة وبريق الانترنت بشكل أو بآخر، لأن دي هجمات جديدة بشكل جديد مختلف مش هيستوعبه لعقلنا يعني، مش أي حد بيستوعبه والله، يمكن إلا المتخصصين وفاهمين لخطورة ده إيه وبيؤدي لإيه في الآخر. أنا أتصور إن سلسلة حلقات منفصلة متصلة حتى انت ممكن تكتبيها بوعيك الراقي المحترم والدقيق والراصد للتفاصيل، ممكن يلقي الضوء بشكل قوي جدا على المخاطر اللي بنقابلها كمجتمع مصري بايا كان سنه ايه، من اطفال لغاية الكبار، تجاه مثل هذه الهجمات علينا. هو اكتر حاجه انا بقولها برضو ان هو المعاني اللي وصلها يعني، سواء الناس عايزه تسميها رسائل او انا بسميها معاني، اللي وصلها هي ليها طبقات مختلفه يعني، هي مش بس بتقول خلي بالكم ده خطر، لا هي في الاخر هو السوشيال ميديا برضو وجهه نظر انا ان هو متغير، لا يمكن ان احنا يعني مش هنتجنبه، هو شيء وله ايجابيات كتيره. فازاي نستخدمه، ازاي استخدام الرشيد زي ما احنا بنقول زي اي حاجه في الدنيا. وفكره انه مش بس توعيه للشباب، الاهل ليهم دور في فتح حوار مع اولادهم يعني، انا بقول اي حاجه ابنك بيعملها وانت جنبه هيبقى مهما كانت هتبقى احسن بكتير من حاجه بسيطه وصغيره بيعملها من خلف الاسره. فاحساس ان دايما يبقى في حوار ومناقشه دائمه حتى بين الاسره، وفي شفافيه، لان العصر اللي احنا فيه ده فيه انفتاح كبير قوي، مش هينفع ترجع لورا يعني. حوار جميل جدا، لكن الحقيقه انا عاوز اسمع الحوار، احنا بنشوف مشاهد على الشاشه للمسلسل لكن مش شايفين مش سامعين الحوار. هنسمع الساده المشاهدين جزء من المسلسل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض. اتفضل. شفتي سلمى مضيف؟ ما شاء الله عليها، يعني البطله. سلمى مضيف ليلى زاهر يعني، طبعا كل ابطال المسلسل حلوين رائع، فنان انتصار، محمد استاذ محمد محمود، فرح يوسف الاخت الكبيره، اسلام ابراهيم، وناس يعني بقى هايله جدا. وكلهم كانت ادوار جديده عليهم. ما شاء الله عليهم ادائهم. دي كلماتك اللي كاتباها. أيوة. دي الجمل، شوفي حسوها وقالوها ازاي، انت حسيتيها ازاي، انت المستوى الاجتماعي ده ليهم لهجات وليهم مفردات، انت خدتي بالك طبعا، عارفه. ايوه طبعا. أكيد. ازاي جبتيه؟ قعدتي مع مين؟ احتكيتي بمين تجيبي المفردات دي؟ هو يعني ريسيرش العادي اللي بتعمل قبل اي مسلسل او فيلم او حد بيكتب حاجه جديده. وغير فضول الكاتب او
ان هو اصلا هو بيرصد كل اللي بيحصل قدامه دايما. وتعلمت حاجه مهمه من كذا تجربه سابقه، انه ما اكتبش ابدا عن فئه معينه او عن طبقه معينه او عن ناس عندها مهنه معينه من خلال الدراما، احاول اشوف الناس فعلا الحقيقه بتتكلم ازاي. والحمد لله. وكمان وقت التصوير كان فيه فعلا كمان ناس من الاماكن الحقيقيه للتصوير، وكانوا بيدربوا الممثلين على طريقه، حتى يعني الحوار هو مكتوب بس طريقه القائه وطريقه ادائه. فالحمد لله كان فيه كمان بروفات ترابيزه كتير، فالنتيجه دي ظهرت الحمد لله. انا عاوز اتكلم برضو عن جزئيه صغيره بعد اذن حضرتك في نفس المسلسل. انت قلتي لي قبل الفاصل مباشره ان المفروض ما يبعدوش عن رقابه الاسره او رقابه الابوين في التعامل مع اي جديد مستجدات على الانترنت. الابوين نفسهم والاسره نفسها مش مدركه خطوره ده، فاهم قصدي؟ ايوه دي حقيقه. يعني ممكن يفرحوا ان في فلوس جايه، ممكن يفرحوا ان في شهره لاولادهم او بناتهم على الانترنت ويفرحوا بده، ما يدركيش خطوره ما بعد ده. حقيقي فعلا. طب مين ينبه الاسره؟ وهو ده؟ قبل ما اقول انها رقابه الاسره، انا نفسي تبقى صداقه اكتر. يعني قصدي بالمفهوم ده انه احنا عايزين نعمل كده، ان انا يا بابا عندي حلم مثلا ان انا اغني. يعني هو الاب نفسه قال في الحلقه الاولى انا بنياله في الهيستوري بتاعه ان هو كان عنده حلم انه يغني، بس هو ما تحققلوش ده لان الاسره عمرها ما بتعمل ادراك قوي لرغبات الطفل ده او المراهق اللي عندها. فقصدي ان الحوار بيبدا من الطفوله. هنا في الحاله اللي انا بتكلم عنها في شخصيات كمان كانت فرعيه الانفلونسر اخرى، كانت بس يعني نموذج كان سيء كده، كان اسمها هبه. وهبه دي كانت انا مطلعاها في الحلقات على عكس شيماء ونسمه، كان اهلها جنبها، مامتها وجدتها جنبها، وفرحانين زي ما حضرتك بتقول بالترند وبالفلوس. في الحاله دي الاسره المتوسطه المصريه الجميله اللي ما عندهاش الوعي ده شايفه انه اي حاجه هيعملوها الابناء هي هتبقى مستهجنه جدا. وعشان كده حصلت لوب او دائره من الاخطاء. يعني او هي كانت الاول اشياء عاديه، بنيه عاديه، انها طالعه بتغني على السوشيال ميديا او بتعمل حاجات تبدو عاديه جدا، ثم يعني شيء ادى لشيء وادت لتعقيدات. هو في تيرنينج بوينت او حاجه دراميه مهمه جدا هنا في القصه دي بالذات انا عملتها، اللي هي فكره انه لما حصل اغتيال معنوي من الاعلام او حصل زي شائعه طلعت عليها، ففضلت دايره التلج دي او كره التلج تكبر، فهربت من البيت. فيمكن كان تدارك المشكله لو كانت حاسه بانه هيبقى في احتضان، او انا لما احكي لك ان انا عملت مشكله هتفهمني. ففي خيط رفيع كده، ده باين قوي اللي تابع المسلسل هيقدر يفهمه انه ازاي حتى الاهل دول اللي ما عندهمش هذا الوعي بس ممكن يخلقوا حوار وحاله تفهم للابناء. يعني تمام. عاوزين ننتقل لورق التوت، مسلسل ورق التوت، بس قبل ما نبدا نتكلم عن تفاصيله وحالته وتركيبته في مخيلتك نشوف جزء منه ونرجع نكمل نبدا كلامنا عنه. اتفضل. الحوار الدرامي يا استاذه سمر الحقيقه بيوصل لقلب المشاهد اكتر من 100 برنامج ممكن يتعمل او 100 حمله توعيه ليه للختان مثلا. انا بتكلم عن مثلا او اكتر من مقالات او اكتر من بالظبط الحاجات المباشره زي ما حضرتك بتقول. طب كلميني عن ورق التوت، مسلسل ورق التوت. ورق التوت هو كان تجربه برده جميله جدا، اخد مننا كان فريق كتابه بقياده المؤلفه عباده نجيب اللي بشكرها جدا برده واستفدت منها جدا، وعدد من المؤلفين الزملاء، وكان اخراج استاذ حسام علي، وكان الحمد لله هو كان على مجموعه شباب، الابطال كانوا شباب بيدرسوا تمثيل في مدرسه، فدي هي القصه الاماميه اللي بنحكي فيها يعني، وهي اللي شدت المشاهدين. لكن في سياق هذه القصه ناقشنا حاجات حساسه جدا زي ما شفت كده حضرتك المشهد اللي عرضناه، ومشاكل تانية كتيره زي تسرب من التعليم مثلا، او العنف الاسري، العنف المنزلي، الزواج المبكر، الانجاب المبكر، ناقشنا حاجات كتيره جدا عشان نوعي بيها، بس كانت بين سطور المسلسل ده. فعشان كده كانت حتى ردود الافعال عنه انه اتفهم قوي بدون ما الناس تحس زي ما انت قلت هو مش حاجه توعيه فقط او مش مقال توعيه يعني. فلان الناس صدقوا الشخصيات كمان وصدقوا الخطوط الدراميه الخاصه بيهم، فالحمد لله يعني جالنا ردود افعال كويسه قوي عليه. طب انا عاوز برضو انتقل لمسلسل تاني هو سابق انذار، ويعني بدون سابق انذار او دون سابق انذار الحقيقه هو تناول قضيه غريبه شويه. كلميني عنها وازاي جت في مخيلتك وازاي قدمتيها وقبلت للانتاج، كلميني عنها. هو بدون سابق انذار مسلسل برضه اتعرض في رمضان اللي فات في النص الثاني، والحمد لله سعيده جدا بتجربه، كان اخراج استاذ هاني خليفه، وهو كان طبعا قرار جميل ان هو يتقدم. هو كان معالجه دراميه لألما كفارنا، وكانت عن الفكره، عن الفكره اللي تتقال كده في سطر اللي هي اختلاط الانساب او الناس اللي ضاع منهم ابنهم واكتشفوا بسبب مرضه ان هو الدي ان اي مش متطابق، فدخلوا في رحله من الشك في كل شيء. وكتبت لي السيناريو والحوار مع عمار صبري وكريم الدليل بشكرهم جدا،
بشكر فريق عمل المسلسل ده جدا، لان احنا كنا كمان برضو بنين شخصيات بشكل كويس قوي الحمد لله، يعني ربنا وفقنا انه كمان يعني القصه الاماميه اللي شدت الناس اللي هي اختلاط الاختلاط الانساب او الطفل اللي اتبدل او كده، ادت بينا ان كل شخصيات المسلسل وابطاله ان هم يقوموا بمراجعه كل حياتهم وعلاقاتهم، فناقشنا حاجات يعني عن معنى اصلا الابوه ومعنى الامومه ومعنى الاسره معنى الاخوات وعلاقاتهم. فهي كانت كارثه زلزلت حياه ابطال المسلسل دي، بس كشفت لهم حاجات ومراجعات عن حياتهم كتيره جدا. فيمكن فلاش باك ورجوع للماضي وكده، وبالظبط علاقه البطل بالبطله وبدايتها والشكوك دي كانت موجوده اصلا من الاول، وكان كمان ده بالتوازي مع رحله بقى علاج اللي كانت قاسيه شويه، رحله علاج الطفل اللي كان مريض في المسلسل والتوعيه برده بالنقطه دي يعني. والنهايه رغم ان المسلسل كان يعني تقيل شويه، بس كانت النهايه بالنسبه يعني مفتوحه، بس هي فيها نوع من السعاده والامل برده. تسمح لنا نشوف جزء من المسلسل دون سابق انذار؟ اتفضل. بدون سابق انذار من اجمل القصص الجميله اللي شفناها عبر الدراما المصريه. طبعا ليكي فريق عمل كانوا معاكي فيه ومشاركين، ليك كل التحيه لحضراتكم والله، مش لحضرتك بس. انا عاوز انتقل لهذا المساء تحديدا. لا كلميني عن حاله مسلسل هذا المساء. هذا المساء كان من اكتر الحاجات اللي انا عملتها وفخوره بيها وحبيتها يعني، ومن اوائل الحاجات كمان. كان في 2017، كان اخراج استاذ سامر محسن، وكان برضو فريق كتابه بقياده المؤلف استاذ محمد فريد، وكمان مها الوزير وسمر عبد الناصر عبد الله الغالي. وكان المسلسل ده الحقيقه اللطيف فيه جدا انه كان من اوائل برضو الحاجات اللي اتكلمت عن، ما كانش بقى السوشيال ميديا زي على نسبه المشاهده، بس كان عن الهاتف الذكي ده او الموبايل و سمارت فون ودخوله في حياتنا. وكان من المسلسلات الأول المسلسلات اللي قدمت فكرة التجسس عبر موضوع الموبايل ده واختراق الخصوصية وكده. كانت قصة برضو مثيرة جدا عن علاقة إيادنا الصار بأحمد داود السائق والسائق ورئيسه يعني، أو اللي هو الرئيس والمرؤوس، وكان في داينامكس كده مثيرة شوية. بس كان كمان في بنينا كويس قوي الشخصيات عن برضو فكرة الزواج التاني. البطل كان حاسس بعدم تحقق دايما لانه مرتبط بواحده اعلى منه اجتماعيا، وهي دي كانت ازمته. ودخل في رحله برضو لعالم اخر، جوز حد من منطقه مختلفه عنه، وبانت قوي الصراعات الطبقيه في ولايرز كتيره من الموضوع ده في المسلسل. فكان ده حاجه مهمه يعني، قضيه تانية مهمه جنب القضيه الاساسيه اللي هي التجسس عبر الهاتف الذكي يعني. طيب قبل ما اسالك ونشوف جزء من المسلسل، انا عاوز اسالك عن تعاون المخرجين معاكم، مع الكتاب، مع تعاون المخرج مع صانع الورق او كاتب الورق زي ما بيقولوا. بيقولوا في الاعمال الدراميه بيطلقوا مصطلح الورق على القصه والسيناريو والحوار. لاي مدى المخرج ممكن يكون بيضيف للعمل يعني؟ حسب برضو كل حاله. مثلا في حاله هذا المساء كان هو استاذ سامر محسن برضو مخرج وهو كاتب كمان، فهو كان كاتب القصه وكان مهتم جدا ان هو يفضل يلتقي بينا في اجتماعات دايمه يعني، مش سايب لنا فقط ان احنا بنكتب وهو فقط عليه لما المسلسل يبتدي يتصور. فكان دايما في متابعه وكان دايما في مناقشه، حتى مش بس في الاحداث اللي هتحصل، وده كمان اللي بينجح الاعمال قوي، لا مناقشه في بنى الشخصيات وليه الشخصيه دي عملت كده، هل نعمل بس شيء مثير للجمهور ولا نعمل شيء صادق جدا واصيل ومخلص للشخصيه اللي بنيناها وطفولتها ومخاوفها. فكان امثالي يعني، مثلا ده كان من الحاجات اللي انا سعيده جدا بيها وتعلمتها كمان، وحتى انه دايما في النقاش الدائم ده بين كل اطراف بين كل الصناع لاخر لحظه لغايه ما بتسلم فعلا الحلقه ال 30 او الحلقه الاخيره، ويبتدي دور خلاص انت ككاتب خلصت الدور اللي عليك. بس فكره ان المخرج يبقى يعني انفولد في كل تفصيله وفي المناقشات دي حاجه مهمه قوي، وحتى الكاتب بيبقى ليه دور. احنا كان لينا دور كمان بعد كده في التصوير، وقت لما يكون في حاجه عايزه تتعدل في اخر لحظه، او بنعيد دايما الكتابه، هي اعاده الكتابه، في دايما اعاده تفكير لاخر لحظه لغايه ما العمل يطلع للنور، بقى بيبقى ملك الجمهور ساعتها خلاص دورنا انتهى. تمام استاذه سمر، اسمحي لنا نطلع فاصل سريع نشوف جزء من هذا المساء ونرجع نكمل كلامنا مع بعض. اتفضل. ومن الدراما الى
الكوميديا. عاوز اتكلم انت عملت طلعت روحي وعملت جروب المامز. هو جروب المامز ده اللي جميل بصراحه. أيوة. انك هو مصطلح طبعا انتشر عندنا جدا على السوشيال ميديا ان احنا يكون عندنا في جروبات على الواتساب وغيرها. أيوة. للمامز في هو في كان حاجة. هو كان الحمد لله كتبت كذا حاجه كوميديا منهم فعلا طلعت روحي وكان فورمات اجنبي واتمصر ومنهم برضو من الحاجات بحبها جدا وحكايات جروب المامز كان كذا مسلسل. حكايات جروب العيله وجروب المامز وجروب الدفعه وانا كنت بكتب في جروب المامز وكان اشراف على الكتابه لدعاء عبد الوهاب وكان معايا برضو في الكتابه ايرين يوسف ومي سعيد وهو مسلسل كوميدي واجتماعي جدا له علاقه كان حتى نازل في موسم يعني مدارس كان متزامن مع المدارس وكان هو طبعا كل مدرسه دلوقتي كل فصل بقى فيه جروب موازي وبقى ليهم سلطه موازيه زي المدرسين وليهم زي كلمه مسموعه في كل حاجه ومعترضين على كل حاجه فاحنا تناولناه من الحته دي وتناولنا ان هو كمان الحاجات اللطيفه الكوميديه اللي فيه لكن المشاكل كمان اللي بيعملها واحنا كلنا متهيألي في كل بيوتنا عارفين اللي بيحصل يعني ان هو عايزين يتدخلوا عايزين ليه حاجه كويسه انه بيعمل رقابه على المدرسه او نوع من يعني التكامل بين البيت والمدرسه بس في نفس الوقت هو في المسلسل ده احنا كنا خدناه لابعاد اخرى ان هم تدخلوا جدا وعملوا مشكلات فكانت نقد اجتماعي بشكل برضو ساخر فكان لطيف يعني وكان في عدد كبير من الاطفال كمان استاذه سمر انت عملتي 35 كتاب في مصر وفي الدول العربيه بره يعني عندك ما شاء الله تدفق في الانتاج وغيره في الانتاج بشكل جميل الحقيقه على المستوى الدرامي على مستوى الكتابات او القصص والروايات او غيرها بتفكري في ايه في المستقبل ايه القضايا اللي بتشغل افكارك دلوقتي وممكن تبداي تعمليها كعمل والله انا عندي كذا حاجه يعني عندي برضو حاجه المسلسل كوميدي بشتغل عليه حاليا وبحب الكوميدي جدا علشان عامه السخريه والكوميديا ممكن تمرر افكار حتى يعني صعبه وحاجات موضوعات شائكه بس بطريقه لطيفه تدخلها الوعي الجمهور كده بطريقه لذيذه الحاجة التانية برضو شغالة على رواية لليافعين أو اللي هي الفئة اللي هي فوق مرحلة الطفولة شوية وهي في نقص شوية في المكتبة العربية عن الموضوع ده وزي ما حضرتك قلت برضو أنا عندي كتب أنا بدأت الكتابة بالأدب الأول قبل الدراما ومهتمة جدا عندي أدب ساخر وأدب رحلة زي ما قلت مهتمة جدا بفئة الأطفال واليافعين علشان دول كجمهور مهم وحساس جدا والشيء اللي بتقدمه للطفل سواء دراما أو أدب بيفضل في وعيه طول عمره فهم مهمين جدا بالنسبة لي الكاتبة والرائية والسيناريست الجميلة الأستاذة سمر طاهر شرفتينا ككاتبة ومبدعة مصرية شرفتينا كقيمة جميلة ظهرتي بقوة شديدة في زمن قل فيه التميز وقل فيه الاختلاف أنا بشكرك جدا على أعمالك الجميلة أرجوك استمري الخط اللي أنت ماسكاه بعقليتك الحقيقة وذوقك الشخصي الحقيقة مؤثر جدا زي ما أنت شفتي كده يعني ما جبتش حاجة من عندي لكن ده اللي شفتي إن هو نجاح الجماهيري لأعمالك الحقيقة بيكون وطبعا تحية ليكي وكل فريق العمل المشارك معاكي سواء مكان ورش أو فريق كتابة أو حتى إخراج وإنتاج وغيرهم لهذه الأعمال الجميلة البسيطة اللي وصلت للقلب والعقل بصوره قويه وشديده الف شكر يا استاذه سمر اشكرك جدا 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 شكرا على اللقاء طيب شكرا يا فندم دي كانت اول قيمه الحقيقه جميله وعظيمه معانا النهارده في اول فقره من فقرات برنامج مصر جميله بعد الفاصل في قيمه برضو جميله قوي هتعجبكم قوي ارجوكم ابقوا معنا